understanding basic terminologies in biomechanics. دي حاجة مهمة جدا وحاجة بنلاقيها مكتوبة في وسط السطور واحنا بنقرأ، ولما نفهمها بيبقى ممكن المعنى اللي احنا بنتكلم فيه بيتغير خالص لما نبقى فاهمينها بطريقة صحيحة. الفكرة من المحاضرة انك مش تخرج يعني حافظ الكلام ده، لا، انك ممكن تبقى بس just ليك مجرد بدأت تعرف ازاي تحصل على المعلومة او تلاقيها ازاي او تفهم الدنيا ماشية ازاي. انا هتكلم على الترمينولوجي بتاعت البايو ميكانيكس اند ماتيريال بروبرتيز، يمكن مش هنلحق نتكلم على الفيسكو الاستيستي. ان جنرالي بايو ميكانيكس از ديفايدد انتو ستاتكس اند داينامكس. ستاتكس از ذا ستادي اوف ذا فورسز اكتنج اون ريجيد بوديز ان ايكوليبريم. يعني ايه كلمه ايكوليبريم؟ يعني ايكوليبريم يعني ات ريست اور ا فيكسد فيلوسيتي، يعني لو عربيه ماشيه بسرعه ثابته يبقى دي ان ايكوليبريم. Dynamics is the study of rigid bodies in motion, and these are including kinetics, which means forces, kinematics, which means description of movement. يعني بوصف الحركة بتحصل بس ما بقولش بتحصل ازاي او ايه الكينيتكس اللي وراها او ايه الفورسز اللي خليتها تحصل. And kinesiology is description of human movement. The term بيستعمل for description of human movements. اليونتس عموما عندنا نوعين من اليونتس، في سكولر يونتس ليها اماونت اونلي ماجنيتيود اونلي ملهاش دايركشن، وفي يونتس ثانيه اول ما اسمعها لازم انتظر اعرف الاماونت والدايركشن، ودي اللي هي فيها الفورسز والمومنتس والفيلوسيتي. يعني لما حد يقول لك ايه الفرق بين الفيلوسيتي والسبيد، ذا سبيد از اماونت وذاوت دايركشن، فيلوسيتي از اماونت وذ دايركشن. فاهمين؟ عشان كده نفس الفورس ذا الويت اوف ذا فور ارم ممكن يبقى الايفكت بتاعتها مختلفه حسب الشكل اللي بتتحرك فيه، وحسب ممكن تعمل لي فليكشن اوف ذا البو، ممكن تعمل لي اكستنشن اوف ذا البو اكوردنج تو ذا بوزيشن اوف ذا فور ارم. سو اي فورس في الدنيا لازم يبقى ليها لينث، ولازم يبقى ليها دايركشن، خلاص، ولازم يبقى ليها بوينت اوف ابليكيشن، اند ات از ريبريزنتد باي ان ارو. ذا لينث اوف ذا ارو ريبريزنت ذا ماجنيتيود، ذا هيد اوف ذا ارو ريبريزنت ذا دايركشن، اند ذا تيل ريبريزنت ذا بوينت اوف ابليكيشن او بوينت اوف اكشن، اند اتس ميجرد ان نيوتن. وفي القانون بتاع نيوتن الثالث اللي هو اني فورس هاز ايكوال اوبوزينج فورس ايكوال ان اماونت and opposite in direction. ده معناه ايه؟ معناه لو انا مثلا عندي ترابيزه والترابيزه دي مغطيها او حاطط فوق، بدل ما احط خشب حاطط ورق، الورق ده ممكن يشيل لي شويه ورق فوقيه من غير ما الترابيزه تتكسر او الورق ده يقع، لكن ما اقدرش احط عليها كتاب. ده معناه ايه؟ عشان احط كتاب الفورس بتاعته قويه جدا، يبقى لازم السطح بتاع الترابيزه ده يديني ايكوال فورس opposite in direction للفورسز بتاعت وزن الكتاب to maintain its equilibrium. فلو انا سطح الترابيزه ده ورق مش هيستحمل الكتاب. انا دلوقتي واقف على الارض دي، لو انا واقف على سطح ارض لوح ابلكاش رفيع خالص هقع. ليه؟ it will not be able to exert opposing force to my body weight to maintain my equilibrium. عشان كده اي force has an opposing force equal in amount and opposite in direction, and every force could be analyzed by a parallelogram into more than one force, and the main force is considered to be the summation force او المحصله، يعني زي ما كنا بناخدها بالعربي. example لكده ايه؟ الهيب، very clear example. الهيب انا عندي البودي ويت هنا، لو انا واقف على سنجل هيب المفروض اقع، البودي ويت بتاعي هيخليني اقع. امال ايه اللي بيحصل؟ في هنا opposite force اللي هي the force of the abductor maintaining the pelvis and preventing drop of the body weight. يبقى انا عندي force 1 و force 2، يبقى لازم ليهم محصله، المحصله دي اللي هي S. خلاص الS دي ال point of action بتاعها هي الفالكرم اللي هو ال hip joint. يبقى ال hip joint لازم ي exert force equal in amount to S and opposite in direction to maintain position. خلاص يبقى اي حاجه تزود الفورسز اراوند ذا هيب تزود لي جوينت رياكشن فورس. كلام سليم؟ عشان كده لو زاد البودي ويت
مضطر اني ازود الابداكتور فورس عشان امنتين البوزيشن. فورس دي زادت والفورس دي زادت، يبقى الفورسز اراونج ذا هيب زادت، يبقى الجوينت رياكشن فورس لازم ايه هتزيد. طيب في حاجه ثانيه اسمها دي مومنت. انت لو عايز تفتح صاموله، كل ما زودت الليفر ارم بتاع المفتاح او اللينث بتاع المفتاح، كل ما كنت بتفتح الصاموله دي اسهل وتقرطها اسهل، زي ما بتقفل صاموله العجل. كل ما يبقى المفتاح طوله طويل كل ما تعرف تفتح اكتر، كل ما المفتاح يبقى طوله طويل كل ما تعرف تفك الصاموله اسهل، كل ما المفتاح يبقى طوله قصير ما تعرفش تفك الصاموله بسهوله. خلاص يبقى ده ما يسمى ذا مومنت، وهي محصله ضرب الفورس في الليفر ارم. كل ما زودت الفورس بتاعتك محدوده، فورس قوه دراعك، كل ما زودت الليفر ارم كل ما قوتها زادت وقدرت تفك او تربط الصاموله بتاعت العجل بشكل ايه اسهل. زي بالظبط لما تفتح الباب، كل ما هتفتح الباب ناحيه الاقره تزقه بصباع واحد، كل ما تقرب جنب الاقره جنب المفصله تضطر تزق زياده لحد ما تزق على المفصله. مهما تزق على المفصله عمرك ما هتفتح الباب. ليه؟ لان الليفر ارم بقى صفر. خلاص يبقى الفورس مهما كانت زياده في صفر تساوي صفر، يبقى مش تقدر تفتح الباب مهما بتزق على المفصله. وعشان كده لما اعمل ليفرج للوزن ده، كل ما زودت الليفر ارم كل ما احتجت فورس اقل، وكل ما قللت الليفر ارم كل ما احتجت فورس اكتر. وممكن اعادل وزن اتنين، واحد كبير قوي واحد صغير قوي، باني ازود بس الليفر ارم بتاع الصغير فيعادل المومنت بتاعت الوزن الاكتر. نرجع تاني للاكزامبل بتاعنا. قلنا المومنت تساوي الفورس باي ليفر ارم. طيب لو هنا خدنا البودي ويت، البودي ويت المومنت بتاعته تساوي اف 1 في ال 1، والابدكتور المومنت بتاعتها تساوي اف 2 في ال 2. ماشي، والمفروض عشان اقف متوازن كده على رجل واحده يبقى دول يساوي ايه دول. طب ايه اللي هيحصل لما امسك عصايه في الناحيه الثانيه؟ العصايه في الناحيه الثانيه هتعمل لك ايه؟ العصايه هتروح زقه البودي ويت، بدل ما تخليه في السنتر هتروح زقاه ناحيه الكونترا لاترال هيب. معنى كده عملت لي ايه؟ قللت لي ال L1، قللت لي الليفر ارم بتاع البودي ويت، فبقى المومنت بتاعه البودي ويت قلت ولا زادت؟ قلت، لان الليفر ارم بتاعها قل. طالما قلت يبقى انا محتاج فورس من الابدكتور تقل ولا تزيد؟ تقل، لان المومنت اللي بقت مطلوبه من الابدكتور والليفر ارم بتاعها ثابت بقى مطلوب انها تقل. ويبقى بالتالي لما المومنت بتاعت واحد البودي ويت قلت، المومنت بتاعت الابدكتور قلت، يعني الفورسز بتاعتها قلت، يبقى الفورسز اللي شغاله على الهيب قلت. عشان كده لما تمسك عصايه الناحيه الثانيه هتلاقيها ايه اللي حصل؟ الفورسز عليها قلت، فيبقى الجراوند رياكشن فورس على الهيب جوينت قل، لان المحصله بتاعت الفورسز قلت. دي الميكانيزم ازاي العصايه بتشتغل. ماشي يا جماعه؟ فيبقى الجراوند رياكشن فورس ايه قل. برضو اكزامبل تاني هو الباتيلا. الباتيلا بتزود الليفر ارم بتاع الكوادريتس فيمورس، فبتحتاج فورس اقل تو دو ذا سيم اكشن اوف اكستنشن اوف ذا ني. لما اشيل الباتيلا واقلل الليفر ارم بتاعها بحتاج فورس اكبر عشان اكستند ذا ني، وبالتالي فورس اكتر حوالين جوينت تساوي جوينت رياكشن فورس اكتر. اوكي، في تيرم تاني مهم جدا اللي هو الانيرشيا، ريزيستنس اوف ان اوبجكت تو تشينج ان ستيت اوف موشن. بمعنى اي اكسلريشن، لما بتزود سرعه العربيه في انيرشيا، لما تيجي تدوس فرامل وتقلل سرعه العربيه في انيرشيا. طول ما العربيه سرعتها ثابته هي ان ستيت اوف equilibrium. يبقى changing the state of equilibrium acceleration or deceleration بتعمل لي inertia. الانيرشيا دي في الديسيليريشن هي resistance to maintaining equilibrium. حتى لما بتدوس فرامل فجأة جسمك بيكمل لقدام. ليه بيكمل لقدام؟ لأن هو كان واخد velocity، فأنت وقفت مرة واحدة هو في inertia، هو هيكمل. وبيحصل العكس وانت طالع بالعربية أو وانت واقف في أوتوبيس. أول ما الأوتوبيس يبدأ يطلع لقدام تلاقي نفسك أنت بترجع لورا. للي حصل في resistance of your body for change of the state of velocity. فهو ثابت، هيفضل ثابت بس الاوتوبيس اتحرك، في انرشيا يرجع لورا. الانرشيا دي الحقيقه بتلعب دور مهم جدا 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 في الموفمنت،
وفي الستورج اوف انرجي وفي الحركه بتاعه رجلينا في الجيت، بس يمكن مش هيبقى فيه فرصه نتكلم عنها بالتفصيل. فدي الانرشيا دي مهمه جدا. تاني حاجه هنتكلم فيها هي البايو ماتيريال. البايو ماتيريال هنتكلم على كذا خاصيه من خواص البايو ماتيريال، بس عشان ندرس اي ماتيريال لازم نعرض الماتيريال دي للود ونشوف الديفورميشن اللي حصل فيها. اللود يعني الفورس، والديفورميشن يعني شكلها اتغير. انا شديت قطعه صلصال مثلا كده او اي ماتيريال شديتها طولها طال معايا، يبقى انا ابلايد فورسز بس وهي كمان حصل لها ديفورميشن. بس بدل ما نستعمل الترم ده هنستعمل ترمز ثانيه، بدل ما نقول لود هنقول ستريس، وبدل ما نقول ديفورميشن هنقول سترين عشان نوحد الميجرمنتس. يعني ايه؟ الستريس هو فورس بير يونت سيرفيس اريا، والديفورميشن هي برسنتج الونجيشن او ديفورميشن في الماتيريال. عشان اقول دي كام برسنت، كام برسنت خلاص يبقى ممكن اقارن الماتيريالز بعضها. انا حاطط فورسز بير سكوير سنتيمتر، يبقى انا اقدر ايه اقارن الماتيريال ببعضها. فالستريس هو لود بير يونت سيرفيس اريا، والسترين هي ريلاتيف ديفورميشن، يعني بشوف الاوريجينال لينث على الديفورمد لينث واقدر احسب منه التشينج اوف لينث على الاوريجينال لينث واقدر اقول البرسنتج اوف ديفورميشن اللي حصل. عندنا كذا نوع بقى من الاستريس وسترين، تنشن كومبريشن شير، وعندنا حاجه اسمها نورمال استريس ونورمال سترين. نورمال استريس ونورمال سترين لما تقراهم معناها انك بتتكلم على كومبريشن او تنشن. والنوع الثاني هو الشير، شير يعني انجيولاتوري ديفورميشن. ماشي، خلينا فيري سيمبل. ولما بتعمل مثلا هنا بتدوس على الترابيزه زي كده في النص، فانت بتعمل تنشن في ناحيه وكمبريشن في الناحيه، وفي وسطيهم شير ستريسز او شير سترين. فالموضوع مش بهذه السمبلستي. الكيرف ده مهم جدا، ولازم كل الترمينولوجي اللي هنتكلم عنها دلوقتي تطلعها من الكيرف وتحط الكيرف ده في الباك جراوند بتاع دماغك، واي كلمه هنقولها تحطها على الكيرف او ليها معنى على الكيرف. ما تحفظش الترمينولوجي دي، افهم معناها على الكيرف وانت تقدر تالف المعنى بالكلام. عباره عن ايه الكيرف ده؟ بنجيب ماتيريال بنعرضها للستريس ونشوف الاسترين اللي حصل فيها، ستريس استرين كيرف او مودولس اوف الاستيستي كيرف. عندنا اول حاجه بيحصل حاجه اسمها تو ريجن هنا، اللي هو بتحط ستريس والماتيريال ما فيش اي سترين، ما فيش اي شد بيحصل فيها او ديفورميشن بيحصل فيها. ده عباره عن الونجيشن اوف ذا كولاجين فايبرز مثلا في اي بايو جينيك ماتيريال. دي مش مهمه قوي. خلينا بعد كده نيجي الاستيك بورشن. يعني ايه الاستيك بورشن؟ اني ديفورميشن خلاص از ريكفربل. يعني انا شديت الاستيك ورجع تاني سليم زي ما هو، خلاص يبقى هنا العلاقه لينير. كل ما زود الاستريس يزيد لي الاسترين، كل ما زود الاسترس يزيد لي الاسترين. اول ما اشيل الاسترس الماتيريال ترجع تو اوريجن، يعني مفيش لوس اوف انرجي، مفيش انترنال فراكشر اوف ذا ماتيريال. لو الماتيريال زي كده بتحتاج ستريس عالي قوي وذ مينيمم ديفورميشن يبقى اسمها ايه؟ ستيف ماتيريال. طب لو الماتيريال بتحتاج هنا ستريس قليل ويحصل لها ديفورميشن كبير يبقى فليكسبل ماتيريال. يبقى الاستيفنس عكسها فليكسبيليتي، وفليكسبيليتي عكسها ستيفنس. ولما اقول لك ستيف ماتيريال على طول اول حاجه يبقى انت عارف ان اللينير بارت اوف ذا كيرف ستيب اب، ولما اقول لك فليكسبل تبقى عارف ان اللينير بارت ايه؟ مور هوريزونتال. اوكي، البلاستيك بورشن بعد الالاستيك ماتيريال دي كده، بعد الالاستيك بورشن يجي بلاستيك بورشن. كل ما ازود الاسترين بكميه قليله يحصل لي ديفورميشن بكميه كبيره. معنى كده ايه؟ حصل لي انترنال دامج في الماتيريال، حصل لي انترنال فراكشر في الماتيريال، فبقت بلاستيك حصل لها ديفورميشن. لو شلت الاسترس من عليها ما ترجعش تو اتس اوريجينال لينث، خلاص حصل فيها انترنال دامج خلاص. ودي بتحصل عند البوينت، دي بتبدا عند بوينت بنسميها ييلد بوينت او الفيلير بوينت. مانس ان انت ماسك كي واير كده وعوجته مثلا بيرجع، عوجته يرجع، لكن تعوجه عوجه ما يرجعش فيها حصل انترنال دامج او انترنال فراكشر في الماتيريال نفسها. كل ما كان البلاستيك بورشن دي طويله، يعني الماتيريال دي تقدر تحصل يحصل فيها ديفورميشن كبير قبل الفيلير، بنسميها داكتايل ماتيريال.
وكل ما كان البلاستيك بارت ده قليل قوي، ديفورميشن قليل قوي، والماتيريال تتكسر كومبليتلي، بنسميها بريتل ماتيريال. بريتل زي السيراميكس وزي الازاز، داكتايل زي الستانلس. الستانلس تقدر تعمل فيه ديفورميشن كتيره قبل ما يحصل له ايه، بريكج او فيلير. يبقى الداكتايل ماتيريال فيها لارج اماونت اوف بلاستيك ديفورميشن، البريتل ماتيريال فيها فيري سمول اماونت اوف بلاستيك ديفورميشن. ايه بقى الالتيميت تنسايل ستريس؟ خلاص الالتيميت تنسايل ستريس هو ذا ماكسيمم، ذا ماكسيمم ستريس ذا ماتيريال كان ويذستاند بيفور كومبليت فيلير. وليه بنقول كومبليت فيلير قبل كومبليت فيلير؟ ان ات ذا مومنت اوف كومبليت فيلير ما بقاش في ستريس، خلاص الستريس بقى زيرو. فاهمني؟ فالالتيميت تنسايل ستريس هي اقصى ستريس الماتيريال تقدر تحمله قبل ما يحصل لها فيلير. يعني ايه كلمه سترينث؟ يعني ايه سترونج ماتيريال وويك ماتيريال؟ ده مش ترم بايوميكانيكالي صح، مش المفروض نستعمله. خلاص هو بيدل بس، او لما يستعمل بيدل على الالتيميت تنسايل ستريس، ده الستريس اللي هو اقصى ستريس قدرة الماتيريال تتحمله. كل ما كان كبير يبقى دي سترونج ماتيريال، كل ما كان قليل نقول عليها ويكر ماتيريال. الالتيميت سترين هو برضو البوينت اللي بيتقابل فيها مع الالتيميت ستريس قبل على طول الفريل، اللي هي اكتر ديفورميشن الماتيريال تقدر تتحمله بيفور فيلير. يعني ايه السترين انرجي بقى؟ خلاص هي كل الاريا دي اللي تحت الكيرف دي، كل الانرجي للماتيريال ابزوربت قبل ما يحصل لها فيلير. ماشي؟ وكل ما كانت الاريا دي كبيره قوي والماتيريال كان ابزورب هاي انرجي، كل ما بنسميها تف ماتيريال. يعني كلمه تفنس اول ما حد يقول لك دي تف ولا ليس تف ولا مور تف ماتيريال، على طول في دماغك الاماونت اللي تحت الكيرف كبيره يبقى مور تف، قليله يبقى ليس تف. يعني مثلا دي الاثنين ماتيريالز، الاثنين ماتيريالز دول ليهم نفس الالاستيك بارت، نفس الاستيفنس، خلاص، لكن واحده منهم داكتايل واحده منهم بريتل. الجزء الاحمر اللي تحت الكيرف ده في الداكتايل ماتيريال كبير قوي، وفي البريتل ماتيريال هنا صغير قوي، مع ان هما ليهم نفس الاستيفنس، نفس الاورينتيشن بتاع البلاستيك الالاستيك بارت اوف ذا كيرف، بس دي كان ابزورب لارج ماتيريال لارج انرجي عن الاولانيه، وبالتالي الداكتايل هنا مور تف عن البريتل وان اون ذا ليفت سايد. لو قارنا الستانلس بالبون مثلا هتلاقي ان الستانلس طبعا very very tough in relation to the bone. يعني ايه critical strain level of repair of tissues؟ ده example على الstrain. لما يقول لك مثلا احنا عشان يتكون بون احنا محتاجين strain across the fracture 2%، يعني لازم الديفورميشن في الديفكت اللي موجوده ما بين البونز تبقى اقل من 2%، لو اكتر من 2% ما يتكونش بون خالص. عشان كده في الاول الجرانيوليشن تيشو اللي موجود في الفراكشر بيبقى ممكن يديفور 100% ويفضل محتفظ بقدرته زي ما هو، لما يتجمع يزود الاستيفنس فيبدا الدنس فايبرس تيشو يتكون، لانه ممكن يتكون في انفايرمنت فيها سترين 20%. لما الفايبرس تيشو يتكون يزود لي الاستيفنس اوف ذا فراكشر جاب تبقى تنزل ل 10%، وانس انها نزلت ل 10% كارتليج يقدر يتكون، الكارتليج مور ستيفر يزود لي الاستيفنس تاني اكتر فيحوله ل 2%، وانس ال 2% وصلنا لها يبدا يتكون ايه؟ بون، اللي هي سكندري بون هيلينج. عشان الوقت، في بقى حاجه تانية اسمها هاردنس اوف ذا ماتيريال، دي مش ريليتد للستريس سترين كيرف. لما تسمع كلمه هاردنس دي سيرفيس بروبرتي اوف ذا ماتيريال، دي اكتر اللي هي the ability of the material to resist stretching and the indentation of the surface. يعني اكتر the hardest material ever كلنا نعرفها اللي هي ايه؟ diamond، يقدر يسكراتش اي حاجه. يعني ايه resistant of the material scratching؟ لما الراجل بيقطع الازاز بيعمله ازاي؟ بيعمل له scratching بعد كده يخبطه خبطه بسيطه يتقطع. السيراميك بيعمل له scratching ويخبطه خبطه بسيطه يتقطع. كل ما كانت الماتيريال هارد كل ما كانت ريزيستنت للسكراتشنج ده، وكل ما كانت الماتيريال ويك او سوري ليس هارد مش ويك ليس هارد
كده كل ما كان ليها less resistant to scratching وتقدر تتكسر عادي خالص، وعشان كده بنسموها ليها high ولا low notch sensitivity. السكراتش ده اسمه notching، اللي هي النوتش sensitivity اللي قلنا عليها. الاخر حاجة هي الفاتيك فيلير. انت ممكن يبقى عندك عمارة، العمارة دي عايشة 100 سنة، ايه اللي هيخليها تتكسر او ايه اللي هيخليها تقع؟ ان حصل لها حاجة اسمها فاتيك فيلير، هي failure of the material with repetitive loading at stress level below the ultimate tensile strength. لما انت تركب نيل، نيل 13 ملي، وفجأة يجيلك النيل ده مكسور، هل انت متخيل ان النيل ده التنى والعظم اللي حواليه تستحمل التانية دي بحيث ان العظم هو اتكسر والعظم ما اتكسرش؟ مش ممكن. الميكانيزم of failure هنا هي ايه؟ fatigue failure repetitive stresses below the ultimate tensile stress اللي ممكن الماتيريال دي تتحملها. اوكي، ثانك يو.